بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعود إلى التراب اللعين اللقيح المجرم في حق الشعوب كلها، بأنه البقعة يقول لك هذا من الفل، وذكرت بما قاله في حق نفط سوريا وفي حق نفط العراق لم يتكلم، ولكنه باقي باب في نهبه أو شرائي بأرخص الأثمان. وما بين السلطة العراقية وتهم أسرة كبيرة هي هذا إزهاق بروح المقاومة العراقية الأمجاد، وبزيادة شركات نفط العراق بأرخص الأثمان حتى تضعف قيمة الأموال اللي الأشرار اللي يحكمون العراق. لا نقول كلهم، لكن الأشرار حنقول خائنين الأمة، هم مالوا إلى إرضاء أعداء الله بالسياسة، خاصة المتسلطين عليهم من الأحزاب التي جمعت من شرق وغرب لقهر ما تبقى من الإسلام في أرض العراق. وبعد ما تهرب بنصيب من السلطان نزعه منه ليذله لعله يتذكر او لا قيمه له. ربي يؤتي الملك لمن يشاء وينزع ممن يشاء، والله غالب على امره، وهم يسال وهو لا يسال ابدا ولا يخشى عقباه. لذلك تدمر الدنيا في كل المجالات، عن طريق فيروس من قاعد يتكون وقاعد يبين اللي يكون صامد رغم الطاقات البشرية والطاقات العلمية للقضاء عليه، فلا قضاء في الأفق. لماذا؟ لأن الله ما زال ساخطا عليه جميعا، لأنه لحد الآن لم يفهموا لأن الذي نزل بهم هو من غضب الرحمن، فاستمروا إغضابي استمر الإغضاب، لكن مع ألوان أخرى ذات غربة. ولا يمكن أن أهل الاختراب لزلهم يكونوا بعيدين عن العذاب، وهم جميعا اتفقوا على قهر الإسلام حتى لا يرجع أبدا. فأبى الله إلا أن يرسل إليهم من هو ليس بإسلام ولكن جنود خفاء جنود الرحمن، وها هم مازال متكبرين. العناد يقودهم إلى خسارة دنيوية، نغزت حياتهم، وإلى خسارة أثناء الرحلة البرزخية باسمك جورني، وخسارة لا مثيل لها في بوفردة. واعلم ونسج الجحيم ملا في تريليونات المجرمين من كل حدب وصوب ومن كل فن. يا لنا والسلام على أمة الإسلام بالتمام والكمال.